بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا رشدنا وزدنا نورا يا نور على نور. وقال فرعون يا هامان، يعني لا واحد منهم يبقى وحده، لابد يلقى شكون واختلي ويغني جناحه يرد عليه. وقال فرعون يا هامان، احنا اهل قوة وميراث وعلو همة، وقولنا لا يكذب أبدا، وتوقعاتنا تقع كما تفوهنا بها ولا مجر. هذا منطقكم، راهو الكلاب هذوما الكل اللي يسول وجولوا في العالم كل، يكون فرنسي يكون انجليزي يكون ياباني يكون كلب صيني، الكلهم نفس الشيء، الكلب السكير الروسي الساقط هذا كيصول وجول انسان اللي بعد صوته وجولته متاع واحد ضربته الخمر في الاعماق في بال وكا، وفتح له الباب سي ما عادش مش يخرج من ايام الملاح والليالي الصاخبه. هو في باله سكرته هي دليل اللي هو عبقري ومتالق، وقوله ما القول ولا قوله، وما الفعل ولا فعل، وما السطو ولا سطو، ولا إنسان اللي ربي حضر له في أشياء ما كانتش في الحسبان، لا هو ولا شعبه اللي راضي عليه وشجع فيه باش يزيدوا توغلا في أرض الإسلام، ويزيدوا تقتيل والحرق، حرق الناس والحب والنواة، ما خلوا حتى شيء. لكن احنا نقول اخواننا في سوريا اللي ربي أراد لهم الخلاص، خلصوا إن شاء الله، كونوا خير السفراء في أوروبا وفي غير أوروبا. لكن الذين لقوا حتفهم والله غاضب عليهم هم الذين كانوا أسباب خراب الشام، وتحبوا تكروا أحلى من مش بكم يا شاميين من هذا النوع النغل السافل من ضخام الجثث وجوه من سمح وكذا، ولكن يجي أشوف النية والفعل وحقيقة القول تلقاهم من أخبث خلق الله. لذلك رب يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. والسلام.